للأسف الشديد احنا خلال هاي السنتين يعني 2021 اللي او السنة الحالية في بداياتها لم تكن هناك امطار، وخاصة في موسم الرطب موسم الربيع الامطار لم تسقط بكميات كافية، وأثر ذلك على الخزين المائي في سدود وخزاناتنا، إلا أنه تعهدنا بأن أمن زراعة الموسم الصيفي بالكامل. نعم. وهذا ما حدث فعلا، وأتممنا الرية الأخيرة لزراعة محصول الرز في الفرات الأوسط والواقع حسنا في نفس المساحات المتفق عليها سابقا مع وزارة الزراعة، إلا أنه للأسف نتيجة استمرار الجفاف. نعم. وعدم سقوط أمطار مبكرة بالخريف في أحواض الأنهر، ما أقصد في العراق فقط. نعم. يعني في حوضي نهري دجلة والفرات في داخل تركيا وداخل إيران أيضا ما تزال الأمطار معدومة، هذه أيضا ساهمت بأن يعني نتخذ إجراء احترازي لمواجهة احتمالات السنة الحالية المائية. طيب سيد عون، احنا نتكلم عن دول، ومثل ما حضرتك ذكرت تقول اكو دول وليس فقط شحات المياه متعلقة بالبلد بل بالعالم، بالعالم بشكل كامل. اليوم كل دول العالم اخذت اجراءات، ما هي الاجراءات الاحترازية اللي اتخذتوها؟ عندكم خارطة؟ عندكم ممكن استراتيجية معينة حتى نطلع باقل الخسائر؟ لا بالتأكيد، هو شوف احنا اكو سنوات رطبة، اكو سنوات معدلة، اكو سنوات جافة، هذه السنوات الجافة. نعم. الواقع يجب ان نتخذ اجراءات لتخفيف اثر الجفاف وان نتكيف مع الجفاف. فهذه الاجراءات اللي منها، اولا احنا من بالغ بالتوسع في زراعة المحاصيل الشتوية، لان مرات الفلاح المزارع يطمع بأن يتوسع بالزراعة. نعم. بس الكل مسبقا يا سيدي هذه السنة سنة جافة، كميات المياه قليلة، رجاء احذر من أن تتوسع، لأن احنا الزراعة يحتاج إلى متطلبات. يعني هذا مو يحتاج إلى تنسيق سيد عون؟ نعم. يعني يكون اكو تنسيق بينكم وبين الفلاح مع وزارة الزراعة مع كافة المحافظات، هناك تنسيق وهذا شيء معمول به سنويا. طيب. هناك لقاءات مع وزارة الزراعة لوضع خطة، يعني خطة صيفية والخطة الشتوية.